بس لو أعرف نوع السحر اللي مسويت لك إياه، معقولة كل هاي العرامة واللسان الفالت ما تشوفهن؟ لو تشوفهن وتغلس. أفا عليك، هي تقدر تعلي صوتها وأني واقف؟ ترى أنا من أسكت أحتوي الموقف، فنها تفك حلقها وأني موجود. هاك شوف بنتك الأدب سزج جايبة حلويات وطحين تريد كتلة الكرم. هاي أبا قلت لك؟ هاي بدال صباح الخير تقولي أدب سز. هذا اللي جبتهن العلاء أو كرم جبت له لعبة لو ما شفتيها. والطفل من يشوف حلويات ويريد ياكل ونقول له لا والله ما نقدر، مو عندك تحسس، انت مو تدرين بيه الطحين كتلة خلاص؟ أنا موصي علاء ما ياكل قدام كرم. علاء وشنو فرق المطيع عن الزمال؟ حالة من حالك. ده شوفها شلون تغلط ما تحكي شيء. بابا مو جاني تدارك الموقف. ايش وقت تحكي؟ من يموت الطفل؟ صدق كذبت تجاي تسوي لنا مصيبة. نب الله سوينا عليك زحمة. ما عليك تلمين غراضك وتطلعين برا بيتي. ما طلعت اشوف ايش تسوين. لمي جوالاتك واخلص منك ومن جهرتك السفرة. انا اطلع وفيني. انت تطلعين؟ انت دامتين هاني ما ترتاحين. ليش عمي شعري وفيني؟ شي قدامي؟ خبطتي؟ شي قدامي؟ شي؟ شي؟ شعري وفيني؟ ساقطة ساقطة يا ناس يا عالم تعالوا شوفوا هاي الأدب سز الساقطة اللي بنعرف بها مرة لا رجال ألعبت رجلي. تدرون السوات؟ تعرفوا بأخوها عدة حساسية جابت له علاقة ما النساتل تريد تقتل الطفل. بس يلا شعتب عليك إذا أبوك حاير بالشغل وأمك القرقمة المخبطة ببيتها. خير شكم التمين سعدنا سينما أم وبتها يلا طشوا منها طشوا يلا يلا غراضك روحي يلا. العائلة إكس على 1001 وبس اشترك الآن.